دراسة الحاسوب في الصف السادس الإعدادي، مع بعض نتكلم عن إيه المحتوى اللي إحنا هنقوله النهاردة السنة دي. يعني كل الناس وكل المؤسسات وكل الهيئات وكل الأفراد في الحياة اليومية ما تقدرش تعيش منعزلة عن العالم، لأن العالم دلوقتي أصبح قرية صغيرة بسبب استخدام أحدث الأساليب المبتكرة في علم الاتصالات والاتصالات والشبكات، وأصبح الاعتماد على المعلومات والحصول عليها من أهم مقومات النجاح في هذا الوقت الذي شكل فيه المعلومات وتحديثها وعمل أبديت باستمرار ليها أهم ركائز التقدم. يعني تبادل المعلومات بشكل سريع يتم باستخدام شبكات الاتصال وأجهزة الحواسيب وأجهزة الاتصالات المختلفة من التليفونيات والتابات واللابتوب والكمبيوتر. بظهور الشبكات الحديثة ترجع التقنية الموجودة للقرن 19 اللي هو القرن 19، وقد بدأ استعماله في 3 اختراعات أساسية في علم الاتصالات موجودة منذ وقت، اللي هي التلغراف والهاتف والمبرد. وما زالت الأبحاث قائمة في مجال تطوير الشبكات واستحداثها. إن شاء الله يعني السنة دي أو في الجزء ده بتاع الحاسوب نتكلم مع بعض عن الشبكات وكيفية عملها وتعريف الشبكات هي إيه وكيفية الحصول على شبكة وربط مجموعة من الأجهزة مع بعضها أو معدات مع بعضها عشان يحصل بينها وبين بعض مشاركة للمعلومات والبيانات. في البداية الشبكات الحاسوب قبل ظهورها كان يصعب على الناس إن هي تتبادل مع بعض البيانات والمعلومات، فكان عشان حد يستبدل مع حد بيانات أو معلومات كان يعمل إيه؟ كان يكتب البيانات أو المعلومات ويطبعها كمستند على ورقة أو ينسخها على أسطوانة أو على اللي هو الشريط الممرمط عشان يتم نقلها واستخدامها بين الناس وبعضها، أو يعمل تعديل عليها بعد كده على الملفات أو البيانات أو المعلومات ثم يعني ينقلها للمستخدمين. وكان ده بيكلف كتير، وكان يعني البيئة دي اسمها بيئة عمل مستقلة، كل واحد بيبقى قاعد في مكانه يكتب الحاجة أو يطبعها أو ينسخها ويبعتها. طب لو حصل يعني تعديل بسيط أو يعني اختلاف في البيانات، واضطر بعد كده أكلف نفسي كتير وأروح أطبع من أول وجديد ورق كتير وأروح أعدل في الورق كتير تاني بعد كده، أو أسحب كل الأسطوانات وكل الأشرطة المغمضة اللي أنا وزعتها بعد ما طبعتها وأسحبها تاني وأبدأ أطبع من أول وجديد عليها. والطرق دي طرق بطيئة للغاية وغير فعالة في تحقيق الرغبات والمتطلبات واحتياجات كل مستخدم الحواسيب في الوقت ده، فهي مكلفة ماديا وبطيئة وغير ملبية لرغبات المستخدمين اللي هو الحاسب الآلي. ولذلك فكر العلماء في تحديث مع يعني الشبكات والعمل بتاعها عشان يوفر الجهد ويوفر الوقت على الناس. هنبدأ النهاردة نتكلم عن تعريف شبكة الحاسوب. إيه هي شبكة الحاسوب؟ شبكة هي عبارة عن ربط أو توصيل جهازين أو أكثر عن طريق وسط اسمه وسط الاتصال. وسط الاتصال ده يا إما يكون سلكي أو لاسلكي. طب إيه الغرض من عمل شبكة الحاسوب؟ الغرض عمل شبكة الحاسوب هو المشاركة في البيانات والمعلومات والموارد الخاصة بالأجهزة الملحقة بكل إيه؟ بكل حاسوب. فمثلا نتعرف دلوقتي على الأغراض الأساسية لشبكة الحاسوب. الأغراض الأساسية لإقامة أو عمل شبكة الحاسوب هو مشاركة البيانات والمعلومات أو المشاركة في الموارد أو الإدارة والمركزية
التنسيق والدعم والتحكم. الثلاث حاجات دول هنبدأ نتكلم عن كل حاجة بالتفصيل. يعني إيه مشاركة بيانات؟ مشاركة البيانات هو تسهيل وصول الملفات أو البيانات أو المعلومات المسموح بمشاركتها بين مستخدمي الشبكة. والمشاركة دي نوعين، يا إما تكون مشاركة كلية، المشاركة الكلية، يا إما تكون مشاركة قراءة فقط. إيه المشاركة الكلية؟ المشاركة الكلية هي السماح إن أنا المستخدم للحاسوب أو مستخدم للمعلومات والبيانات يقرأ الملفات ويكتب أو يعمل إجراءات تعديلات عليها، أو المشاركة القراءة فقط إن أنا أسمح له بس يقرأ الملفات دون أن يعدل فيها أو يكتب فيها أو يزود أو ينقص منها أي معلومة. يبقى المشاركة بتاعت البيانات والمعلومات قلنا إيه؟ حاجات نوعين، يا إما مشاركة كلية يا إما مشاركة قراءة فقط. المشاركة الكلية هو السماح للمستخدم إنه يقرأ الملفات ويكتب ويعمل إجراءات على الملفات أو تعديل عليها. أما مشاركة القراءة فقط إنه يسمح له بالقراءة ولا يسمح له بالكتابة أو إجراء أي تعديل إيه على الملفات أو المعلومات أو البيانات اللي أنا أرسلتها له. طب يعني إيه مشاركة الموارد؟ كل الناس عارفة إن المكونات بتاعة الحاسوب حاجة من الاتنين، يا إما مكونات مادية زي الهاردوير يا إما برمجيات زي السوفت وير. إيه الهاردوير وإيه السوفت وير؟ الهاردوير اللي هو الطابعة والكمبيوتر واليو اس بي والماوس والكيبورد، دول اسمهم ايه؟ هاردوير. طب البرمجيات اللي هي البرامج اللي موجودة اللي انا بستخدمها عشان اشغل الحاسوب بيه. مشاركة الموارد، مثلا كل كمبيوتر عشان اطبع منه ورقة لازم يتوصل بطبعة. لو انا جبت لكل واحد كمبيوتر وطبعا هوفر فلوس ولا هزود فلوس؟ يبقى هزود التكلفة اللي أنا بأسس بيها أي مكان عشان أخلي كل مستخدم الحاسوب يبقى سهل عليه طباعة البيانات أو المعلومات بتاعته الخاصة بيه. طيب لو أنا عملت شبكة بين كل الحواسيب وبعضها وخليت الشبكة دي متوصلة كلها بجهاز طبع واحد أو برينتر واحد، مثلا 3 موظفين قاعدين مع بعض، كل واحد أجيب له طبعة خاصة بيه ولا أجيب طبعة واحدة وأوصل الحواسيب كلها بتاعة الـ3 مع بعض بالطبعة، يبقى عندهم طبعة واحدة وكل الـ3 اللي هم شغالين بيشتغلوا بيطبعوا على نفس الطبعة. يبقى أنا أما أوفر في الموارد بتاعتي، عشان كده اسمها المشاركة في الموارد، يبقى أنا وفرت في الموارد بتاعتي، عشان كده سمينا النوع المشاركة ده سميناه مشاركة في الموارد. تمام؟ يبقى قبل ظهور الشبكات كان كل جهاز مستقل مكوناته المادية والبرمجية. بعد ما عملنا الشبكات وفرنا في الموارد بتاعتنا ووصلنا الـ3 أجهزة مع بعض برينتر واحد أو بطابعة واحدة، عشان كده بقى متاح لكل حد من الموظفين اللي كل واحد عنده حاسوب الـ3 إن هو يطبع على إيه؟ على نفس البرينتر، عشان كده بنسميها مشاركة في الموارد. تمام؟ رقم 3 اللي هي المشاركة أو المركزية، مركزية الإدارة والتنسيق والدعم والتحكم. تالت حاجة من الأغراض اللي أنا بعمل عشانها الشبكة. قلنا أول حاجة اللي هي مشاركة القراءة أو مشاركة المعلومات والبيانات، وفيها حاجتين، مشاركة القراءة ومشاركة المعلومات والبيانات، يعني مشاركة كلية أو مشاركة القراءة فقط. وقلنا تاني حاجة مشاركة الموارد، إن أنا بوفر في الموارد بتاعتي، بعمل ممكن أشارك من خلال الشبكة على كل الأجهزة البرمجيات، أشارك الملفات بتاعة الصور، ملفات معالج النصوص، ملفات قواعد البيانات، ملفات البريد الإلكتروني، أعمل مؤتمرات وأعمل
مشاركة في التعليم عن بعد مثلا زي ما شغال دلوقتي أنا وأنتو، أو المشاركة في المصادر زي الطباعة والمساحة الضوئية والبيانات والرسم، دي كله إيه من أنواع المشاركة. رقم ثلاثة هي مركزية الإدارة والتنسيق والدعم والتحكم. مثلا بعمل مكان، بعمل شبكة أربط بيها كل الحواسيب في مكان بجهاز اسمه مركزي اسمه الخادم. جهاز الخادم أو الجهاز المركزي ده هو اللي بيبقى فيه الإدارة والتنسيق والدعم والتحكم الخاص بكل الأجهزة. عشان كده الشبكات سهلت عملية الدعم الفني لكل جهاز، وأراقب الجهاز وأشوف أقلل الجهد والتكلفة اللي عليه ببساطة، وأعمل تهيئة لكل جهاز مستقل بذاته، كما يمكن مراقبة جميع الأجهزة عن طريق الجهاز الواحد اللي هو الجهاز المركزي أو الخادم اللي بيستطيع تنسيق والدعم والتحكم عن طريق. يبقى 3 حاجات بتاعت المشاركة، يا إما مشاركة الأغراض الأساسية لعمل شبكة، 3 حاجات، يا إما مشاركة البيانات والمشاركة معين، يا إما مشاركة كلية، يا إما مشاركة قراءة فقط، يا إما مشاركة الموارد اللي أنا بقلل فيها من الموارد بتاعتي، يا إما مركزية الإدارة والتحكم والتنسيق. فمثلا الجهاز المركزي الخادم ده بيبقى فيه ايه؟ بيبقى معايا متصل بيه كام زبون اللي هم العملاء اللي هو متصل بيهم، بيقدر يشوفهم ويتحكم في فتح الملفات او غلق الملفات عن طريقه. طيب نشوف مصطلحات في علم الشبكات، ايه هي المصطلحات اللي احنا بنحتاجها بنستخدمها عشان نعمل شبكة؟ اول مصطلح بنحتاجه هو جهاز حاسوب مستقل اللي هو ستاند الاين، ستاند الون كمبيوتر، ستاند الون كمبيوتر. جهاز حاسوب مستقل هو جهاز حاسوب مستقل بذاته ومكوناته المادية والبرمجية، أي غير متصل مع أي جهاز آخر. جهاز لوحده ليس متصل ولا بشبكة ولا متصل بأي شيء خالص، هو معاه الماوس والكيبورد والشاشة ووحدة السي بي يو الخاصة بإيه؟ الجهاز اسمه جهاز حاسوب مستقل، ستاند ألون كمبيوتر، يعني جهاز حاسوب مستقل. طيب تاني مصطلح من المصطلحات اللي هنتعلمها في علم الشبكات، مصطلح محطة العمل، عبارة عن جهاز يلحق بالشبكة عند إضافة جهاز حاسوب إلى الشبكة، لأنه يتحول إلى محطة عمل. زي ما قلنا دلوقتي أي جهاز متصل بشبكة اسمه ايه؟ وورك ستيشن او محطة عمل. اسمه ايه؟ وورك ستيشن او محطة عمل، هو عبارة عن جهاز يلحق بالشبكة، اي يضاف جهاز حاسوب الى الشبكة بقى اسمه ايه؟ وورك ستيشن محطة عمل. الجهاز لوحده من قبل ما يتصل بشبكة النت او بالشبكة اسمه ايه؟ اسمه جهاز حاسوب مستقيم. طب لما وصلناه بالشبكة بقى اسمه محطة العمل او وورك ستيشن. تمام. طيب تالت حاجة أو تالت نقطة من المصطلحات اللي احنا هنستخدمها وعاوزين نعرفها واحنا بنتكلم عن الشبكات، اللي هي النقطة. ايه هي النقطة او النود؟ هي مصطلح يشير الى كل ما يتم الحاقه من اجهزة او معدات بالشبكة، مثل الطابعة، مثل المسح الضوئي، زي الهاتف، زي الفاكس، أو أي شيء آخر يمكن اتصاله بإيه؟ بالكمبيوتر. تمام؟ علشان كده أي جهاز حاسوب متصل بالشبكة يبقى اسمه محطة عمل، بقى إيه؟ بقى اسمه نقطة على إيه؟ على الشبكة. الشبكة بتقيس أي حاجة عليها بإن هي إيه؟ نقطة، سواء متصل بطبعة أو مسح ضوئي أو هاتف أو فاكس أو أي كمبيوتر متصل بالشبكة اسمه إيه؟ اسمه محطة عمل. طيب رابع حاجة من المصطلحات اللي أنا أحتاجها وأنا بتكلم عن الشبكات، اللي هو الزبون أو محطة العمل.
أي جهاز حاسوب يمكن عن طريقه الوصول إلى البيانات المشتركة في الجهاز المركزي، بنسميه إيه؟ بنسميه سبون. يبقى أي كمبيوتر كان اسمه إيه؟ حاسوب لوحده. لما اتصل بالشبكة بقى اسمه إيه؟ بقى اسمه ورك ستيشن، محطة عمل. أما بقى محطة عمل ودخل الخدمة بالشبكة وبقى يمكنه الوصول إلى البيانات المشتركة في الجهاز المركزي، بقى اسمه إيه؟ بقى اسمه زبون. طيب رقم 5 من المصطلحات اللي أنا أحتاجها، اللي هو الخادم أو السيرفر أو مزود الشبكة بالبيانات والمعلومات، هو عبارة عن جهاز حاسوب قوي كبير، الذاكرة بتاعته كبيرة والرامات بتاعته كبيرة والمعالج بتاعه سريع، يحتوي على أكثر من معالج لخدمة الشبكة وما تشتمل عليه من زباين أو محطات عمل. زي ما اتفقنا، كل محطة عمل متصلة بالجهاز قبل ما يتوصل لها الخدمة كان اسمها محطة عمل، بعد ما توصل لها الخدمة بقى اسمها إيه؟ بقى اسمها زبون. الزبون أو الكلينك، الزبون ده يعني الخدمة وصلت له، اللي هو الجهاز حاسوب طالما تمكن من الوصول إلى البيانات المشتركة في الجهاز المركزي بقى اسمه إيه؟ بقى اسمه زبون. طيب دلوقتي هنجاوب مع بعض الأسئلة بسرعة، احنا جاوبناها مع بعض في الفصل قبل كده، بس دي مراجعة، لازم المراجعة تبقى مسجلة بكل شيء. شبكة الحاسوب هي عبارة عن ربط جهازين أو أكثر عن طريق إيه؟ وصل اتصال لغرض المشاركة في البيانات والمعلومات، صح؟ مش صح. قبل ظهور الشبكات كانت وسيلة تبادل البيانات والمعلومات بين مستخدمي الحاسوب، إما نسخ الحاجة على ورق أو طباعتها على الأشرطة المغنطة أو الأقراص المدمجة. شبكة المتسلل هي عبارة عن عملية على إحدى الوسائط ليتم إيه بين المستخدمين؟ هي عبارة عن عملية نقل للبيانات على إحدى الوسائط أو طباعتها ليتم نقلها بين المستخدمين. الأغراض الأساسية لإقامة الشبكة هي حاجة من 3، يا إما مشاركة البيانات والمعلومات، يا إما مشاركة الموارد، يا إما التحكم والمركزية بتاعة الإدارة. أنواع المشاركة في البيانات والمعلومات، المشاركة في البيانات والمعلومات هي عبارة عن نوعين: المشاركة الكلية اللي هخليه يفتح البيانات ويعدل فيها ويكتب فيها جديد، أو يا إما المشاركة بالقراءة فقط، بسمح له بالقراءة والاطلاع على المعلومات والبيانات ولا يسمح له بإيه؟ ولا يسمح له بالكتابة ولا التعديل فيها. طيب السؤال الثاني، اختر الإجابة الصحيحة على كل فقرة من الفقرات. وسيلة تبادل البيانات والمعلومات بين مستخدمي الحاسوب قبل ظهور الشبكات هي يا إما الأقراص الضوئية، الأسطوانات المرنة والأشرطة المغنطة، ولا الأسطوانات الصلبة والمرنة. لا، وسائل التبادل البيانات والمعلومات بين مستخدمي الحاسوب قبل ظهور الشبكات هي النسخ على الأسطوانات المرنة والأشرطة المغناطيسية. طيب المشاركة في الطباعة بين مستخدمي الشبكة هي مشاركة في البيانات والمعلومات، مشاركة في الموارد، ولا مركزية الإدارة والتنسيق والدعم والتحكم. قلنا الـ3 أنواع دول هم أنواع المشاركة اللي إحنا بنعمل عشانهم الإيه؟ الشبكة. طيب أنا المشاركة في الطباعة نوع من أنواع إيه من الـ3؟ نوع مشاركة في الموارد. مش قلنا لما بنوصل الطبعة على الشبكة عشان كل الناس اللي موجودين في الشبكة يطبعوا على نفس الطبعة يبقى اسمه وفرت في الموارد، عشان كده اسمه ايه؟ مشاركة في الموارد. يبقى الإجابة هنا هي الأسطوانات المرنة والأشرطة المغناطيسية، الإجابة هنا هي المشاركة في الايه؟ الموارد. جهاز حاسوب مستقل هو أي جهاز متصل مع جهاز آخر، ولا متصل بشبكة محلية، ولا غير متصل مع أي جهاز آخر؟ الإجابة جهاز حاسوب مستقل هو أي جهاز غير متصل مع أي جهاز آخر. المشاركة الكلية تعني إمكانية القراءة فقط من الملف، أو إمكانية القراءة من الملف والكتابة وإجراء التعديلات عليه،
والإمكانية الكتابة فقط على الملف. المشاركة الكلية تعني إمكانية القراءة من الملف وكتابة وإجراء تعديلات عليه. عند إضافة جهاز حاسوب عادي إلى شبكة، فإنه يتحول إلى الحاسوب اللي بدخله إلى شبكة، فإنه يتحول إلى خادم مركزي ولا مجلد شبكي ولا محطة عمل. تحول لمحطة عمل، بتحول إيه؟ أي جهاز حاسوب عادي لوحده مستقل بوصله على الشبكة بيتحول لمحطة عمل. طب لو الخدمة وصلته وبقى شغال وفعال، ما بقاش اسمه محطة عمل، بقى اسمه إيه؟ بقى اسمه زبون. تمام؟ الشركة التي تسمح للمستخدم بقراءة الملف والكتابة وإجراء التعديلات عليه تسمى الشركة التي تسمح للمستخدم بقراءة ملف والكتابة وإجراء تعديلات عليه تسمى مشاركة كلية. أو المشاركة التي تسمح بقراءة الملف فقط اسمها مشاركة قراءة. يبقى المشاركة التي تسمح للمستخدم بقراءة الملف والكتابة وإجراء تعديلات عليه تسمى المشاركة الكلية. وإلى لقاء آخر إن شاء الله مع الوحدة الثانية إن شاء الله.